يعطيكم العافية. هسه راح أشرح الـ arithmetic instructions. إيش هما الـ arithmetic instructions؟ جمع، طرح، two's complement، clear، الضرب، قسمة، add لـ BCD، طرح لك BCD ومقارنة، تمام؟ بصراحة أغلبهم هم كثار، مشان هيك أنا هحكي أول شيء حمسك أحكي عنهم حكي، بعدين راح حك الأشياء اللي بتحتاج كتابة حكتب، الأشياء لا راح أحكي عنها حكي. الآد ببساطة يعني شو بيعمل الآد؟ جمع، صح؟ بحط رقمين وبجمعه، تمام؟ هذا هو اللي بيعمله ببساطة. هاي خلصنا الآد. السبتراكت شو بيعمل؟ بيطرح رقمين بس. النيجيت شو بيعمل؟ بيطلع التوس كومبليمنت، توس كومبليمنت لا ايش؟ لا رقم. الكلير شو بيعمل؟ بيعمل كلير للريجستر، بحطه صفر. الملتبلاي بس بنعرف كل هذول شو معناهم، الملتبلاي بضرب رقمين. الديفيجن بقسم. الاد اي اد يعني بي سي دي بيجمع رقمين ايش؟ بي سي دي. سبتراكت بي سي دي بيطرح رقمين بي سي دي. كومبير بيعمل مقارنه. هاي بشكل عام كل واحدة شو بتعمل. الاد، الاد اي والاد كي والاد اي بيشملوا الاد. كيف يعني؟ يعني انا بقدر هذول ولا ادرسهم ولا اكتب فيهم انستركشن، وادرس الاد والاد اكس بس، وهاي نفس الاشي الكمبير والكمبير ام بس. يعني الكمبير اي والكمبير اي بصراحة ما لهم يعني ما عمري ما استخدمتهم. تقدر تستخدمهم تقرأ شو الفرق بينهم، بس لو حطيت اد، الاد خلينا نحكي بيشملهم، بس بيشملهم كلهم، بيشملهم كلهم الاد اي والاد كيو والاد اي، بس ما بيشمل الاد اكس، ما بيشمل ايش؟ الاد اكس، تمام؟ هاي هي اللي بدي احكي عنه. طيب فانا حشرح الاد اي والاد اكس، سب اكس، ان نيجيت اكس، والكلير، والمالتيبلايز انسايند، يو يعني انسايند، unsigned يعني تضرب رقمين مالهم unsigned، ما نهتم بإشارتهم. multiply signed بضرب رقمين signed، تمام؟ division unsigned و signed، رقم بإشارة وبدون إشارة. compare b و compare m نعرف هسا كل إشي. نبلش بالآد. الآد كثير سهل فمش حكتب صراحة، كثير كثير بسيط. هاي شغلات قرأوها مثلا انه size byte word long word. طبعا هاي الشغلات حكيت امسكوا يعني شوي بس كل مثلا ال instruction set ببساطة بفتحه بقدر اقرأ. هاي syntax تبعته يعني هذا مثلا كثير رائع. يعني size byte word long word description add the source operand the destination، يعني بيجمع source مع destination، and store the result in the destination، بحط ال result وين؟ في destination. يعني هو شارح حاله، تمام؟ تقدر تشوف هذا كثير ممتاز. يعني هاي بتقدر على add a، يعني إذا بيعمل كل دفتر add i add x كله مشروح وشو المسموح. كثير ممتاز، كثير ممتاز. تمام. طيب لو عندي رقمين، هاي d2 a1، وال A1 جواها 2000، تمام؟ وهاي الماب C240، شو حيسوي؟ add.word A1 D2. أول شيء قوسين، شو معناها حكينا؟ ليش الأدرسينج مود مهم؟ لأنه الأدرسينج مود بنعيده 1000 مرة. بقوسين يعني أنا حجمع ال 2000، لا ال 2000 عنوان، بروح على العنوان بجيب منه الداتا وبجمع. طيب فأنا شو حجمع؟ دوت وورد، فحجم هذا الرقم C240، مش بس C2 لأنه إيش؟ dot word C240 مع إيش؟ الورد الثاني اللي هو إيه؟ D2. D2 شو الورد تبعها؟ 101A، بطنشهم بضل معي C010 وهاي اللي هي C010 C240، بجمعهم شو بطلع معي؟ A250 في كاري، بهمله بس أجمعهم حيطلع معي كاري. ليش بهمله؟ انا كم بدي اياه يطلع؟ وورد، يعني بجمع رقمين وورد وحيطلع معي وورد، تمام؟ بيطلع معي وورد. طب سؤال، مش في طلع معي كاري؟ بالفيديو اللي قبل حكينا عن الفلاجز، كم حيطلع معي الفلاج؟ سي ايكوال 1 واكس ايكوال 1.
تمام؟ هاي من أشياء فائدة الفلاج، هاي طلع كاي برو على الفلاج، تمام؟ يعني ببساطة بجمع هذا مع هذا وبخزن الجواب وين؟ في الـ destination في دي 2، تمام؟ طيب هذا المثال غلط، ليش غلط؟ فكروا فيه، طلعوا عليه، أنا كاتبه بس غلط المثال، ليش؟ ليش؟ على طول أنا حكيت address register بزبط معه بايت ما بزبط، فهذا المثال غلط، تمام؟ هذا المثال غلط، ما بصير error المفروض يطلع، تمام؟ نروح على البعدين add.long a1d2 a1d2 في أقواس لا، فخلص باخذ الرقم زي ما هو 2000 كدوت لونج، يعني هاي 0000 2000 الدوتو باخذها كاملة دوت لونج، هيها بجمعهم بطلع معي هذا الجواب، هذا الجواب وين بحطه؟ في الديستنيشن الدي2، كثير واضحة الآد، بجمع رقمين بحط الجواب وين؟ في الدي2 الديستنيشن. هسه هاد بيطلع ايرور، بس جربوا على البرنامج، حكيت ما بيطلع ايرور، يعني حكيت انه الاد بيشمل الاد اي والاد اي والاد كيو، تمام؟ تقدروا تقرأوا عنه. لو مثلا مثال ثاني، يعني هذا اد اي دوت لونج، تقدر حتى تحطها اد، انسى اد اي، انسوا كلمة اد اي، اد دوت ال نمبر، هذا الرقم على دي 1، شو بيعمل؟ بيجمع هذا الرقم مع دي 1 وشو بحط الجواب؟ بدي 1 بس، كثير واضح صح؟ هذا الرقم بيجمعه مع مع الـ contents of A1، يعني بروح على الميموري يجيبها، بجمعهم بحطهم بالميموري صح؟ من هي كله تكرار تكرار تكرار، اوكي؟ والاد كويك والاد A يعني كثير اشياء بسيطة. نبدأ بالاد اكس، الاد اكس خلينا نحط على جنب، الاد اكس خلينا نحكيها شوي اكثر. الاد اكس هيك شكلها، بتكون اد اكس، تمام؟ دي اي دي 1 دي 2 او سالب اي 1 سالب اي 2، هيك شكلها، ما في اشكال ثانيه، دي 1 دي 2 او دي 2 دي 3 دي 4 اي شيء، او سالب اي 1 سالب اي 2، بري ديكريمنت بري ديكريمنت او بين ديت ريجسترز 2، تمام؟ شو بيعمل هون؟ نفس الجمع الطبيعي، بس ليش انا حكيت عنه؟ مشان هذا في تريك بالموضوع، لو حكالي add x بجمع طبيعي، بس لازم اهتم بالكري، لو الكري x equal 1، لو x equal 1 بدي اجمع دي 1 زائد دي 2، شو وين احط الجواب؟ في دي 2 صح؟ مش بس هيك، في ال add x بدي اجمع ال x، بدي اجمع ايش؟ ال x من اسمه add x، شو بجمع؟ ال x، تمام؟ ها هي الاد اكس بكل بساطة، اوكي؟ طيب اذا دائما دائما بجمع الاكس، اكس 1 اكس 0 0 بجمع خلص 0 واحد واحد، فلازم اهتم بالكري، هاي فيها شغلة تريك، اذا اد اكس بدي اهتم بايش؟ بالاكس بالكري، تمام؟ طيب اوكي خلصنا هسه الاد اكس، خلصنا الاد، كثير واضحات صح؟ ما فيهم اشي، يعني انا بيهمني تكون نعرف انه الاد شو بتعمل، مشان بس نكتب كود. طيب السب نفس الاد، شو بتعمل بس؟ مشان نكون بالصورة، يعني مثلا سب دي 1 مع دي 2، شو بتعمل؟ دي 2 ناقص دي 1، اللي جوا دي 2 ناقص جوا دي 1، وين بتحط الجواب؟ في دي 2، دائما بتحط الجواب في الديستنيشن، في الديستنيشن، في الديستنيشن، دائما في الديستنيشن، شو دائما وين؟ في الديستنيشن. طيب اذا سب اكس شو بتعمل؟ دي 2 ناقص دي 1 ناقص ايش؟ اكس، وين جواب بتحطه؟ بدي 1، يعني بدك تطرح اكس، نفس اللي صار هون صح، نفس الاشي بس ايش؟ طرح. طيب نيجي عن نيجي، هاي شو بتعمل؟ هاي بتطلع التوز كومبليمنت لرقم، طلع التوز كومبليمنت لرقم، خلينا نشوف كيف نطلع التوز كومبليمنت، هاي شغلات مايكرو بصراحة بتقدر تراجعوها.
بس أنا راح أحكي عن هالمثال. لو حكيت إن نجيت دوت لونج دي زيرو، دي زيرو كان زيرو وان تو ثري سي اي سيفن ايت، كيف نطلع التوس كومبليمنت؟ هاي خطوات معروفة، بحط اف 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 اف، بطرح الرقم، هيك طلعت الوانس كومبليمنت. بس هذا اللي بعمله بس ولا اشي زيادة، طلع معي الرقم. هذا اللي طلع معي شو؟ وانس كومبليمنت. اذا طلع توس كومبليمنت شو بجمع؟ بجمع واحد. هاي شغلات مايكرو، شوفوا راجعوا المادة او شوفوا المثال، بس هذا يعني مهمة. طيب اذا دوت وورد، هاي الرقم باخذ منه الوورد وبحطه A B F E، نطنش هاي ليش؟ لأنه دوت وورد صح؟ طيب F F F F، ليش حطيت أربع إفات هالمرة؟ إنه وورد بس، بطرحها طلع معي جواب إيش هو الوانس كومبليمنت، أنا بدي التوز كومبليمنت، بجمع واحد بطلع معي التوز كومبليمنت. وين بحطه؟ بحطه بدي ون، بحطه بدي ون، هاي هاي المفروض دي ون، تمام؟ هاي دي ون، هاي دي زيرو دي زيرو دي ون دي ون دي ون، اوكي؟ مثلين يعني كل واحد لحال، واضحة؟ نطلع التو... يعني بس اللي طلعناه توس كومبليمنت. طيب نيجي على نيجيت اكس، نفس الاشي بالضبط، بس شو مالي؟ سيم از نيجيت بات وي سبتراك ذا كاري، يعني بنطرح الكاري، اذا في كاري بنطرحه. يعني مثلا اذا هون الكاري واحد، شو بدي يطلع الجواب؟ 5 4 0 1. لو الكاري 0، 5 4 0 2 بتضل نفس ما هي، مو الكاري 0، طرحت الكاري، الكاري 0. لو طرحت، لو الكاري 1 اطرح 1، بتصير 5 4 0 1. هاي الشيء ليش بنحتاجها؟ هاي انه بنحكي عن استخدام لها، وي يوز ات فور لارج نمبرز، يعني اذا في رقم كبير بدنا نحافظ، مهمنا الكاري، تمام؟ يعني لو مثلا لو عندي رقم زي هيك 1 0 5 3 4 3 2 5 6 7 8 9 A B C، هذا رقم 5 3 بكفي له one register، 1 2 3 4 هيك، وهذولا هذول register، registerين بحتاج. بقدر أحط نيجيت لهذا، نيجيت لهذا، عن هذا الرقم واحد رقم كامل، ما بيقدر، بيطلع لي جواب غلط. لازم بحط نيجيت اكس، نيجيت اكس ليش؟ عشان يهتم بالكاري ويطلع لي جواب صح. هاي كلها استخدامات بس نكتب كود يعني بتعرفوها، وشغلات يمكن حتى ما ندخل في تفاصيلها، بس انه لو عندي رقم كبير العادة نستخدم نيجيت اكس، انه يكون موزع على اكثر من مكان فوق 32 بت، تمام؟ هاي كاتب انا بس اطلعها كل واحد لحال غلط، لازم استخدم نيجيت اكس. طيب الكلير، الكلير بصراحة كثير اشي بسيط، كلير دوت لونج دي زيرو شو بيعمل؟ بسوي له كلير، بحطه كله صفار، بس هذا اللي بتعمله الكلير، تمام؟ هاي اللي بتعمله التري. الكلير ما بتزبط على ادرس ريجستر، اذا بدي اطرح، اذا بدي اسوي كلير لادرس ريجستر، ادرس ريجستر بطرحه من حاله، اذا طرحته من حاله بيطلع صفر، هيك بعمل له كلير. طب لو عملت كلير دوت دوت وورد مثلا، بس بيسوي وورد، بصفر وورد، لو حطيت دوت بايت بصفر بايت، بس اشياء كثير واضحه، تمام؟ يعني هذول بيشرحوا حالهم، الارثماتكس اغلبهم بيشرحوا حالهم، ممكن المالتبلاي والديفيجن شوي بدهم، او حتى مش بدهم بس يعني اصعب من الباقي. نيجي على المالتبلاي، نيجي على المالتبلاي. لو انا حكيت مالتبلاي انسايند، يعني اضرب رقمين انسايند دي 1 لدي 2، اول اشي بهمني السايز دائما وورد، والجواب لونج وورد. كيف يعني؟ يعني بالمالتيبليكيشن هذا وورد وهذا وورد، والجواب شو بكون؟ لونج وورد.
تمام؟ يعني عندي رقم D1 كانت D1 equal 5 6 7 8 A B C D و D2 equal إيش؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 وضربتهم. أول إشي بأخذ word بس، فأنا حضرب إيش؟ A B C D ضرب إيش؟ 5 6 7 8 هذول ضربت هذول لاني باخذ وورد بنساهم. الجواب شو حيطلع معي؟ حيطلع لونج وورد، بضربهم على الآلة الحاسبة ويطلع معي الجواب ايش؟ لونج وورد. طبعا كيف اضربهم؟ يمكن واحد يحكي ايش بخربط، حول هذا ديسيمال زي ما اتفقنا وهذا ديسيمال، وايش بضرب الديسيمال على الآلة بيطلع معي جواب بالديسيمال. الجواب اللي بالديسيمال شو بحوله؟ للهكسا بس. تمام. شو الفرق بين multiply unsigned والsigned؟ بكل بساطة السigned تأخذ الإشارة، يعني بتهتم إنه يكون هذا عدد سالب ولا موجب زي ما أنا كنت أهتم. أما multiply unsigned عادي بتعتبره كله أن يعني ما فيش إشارة. حتى أنا ما لاحظت كثير استخدامات للsigned والunsigned، يعني بس إنه هذا اللي بتعمله، بس إنه واحدة للأعداد الموجبة والسالبة وواحدة بس أعداد موجبة لكل الموجب. تمام. طيب فما حد يتخربط فيها الملتبلاي. شو بتعمل؟ وورد ضرب وورد بتحطها بلونج وورد بس. هاي بكل بساطة، يعني كثير الارثمتكس بسيطات مش صعبات، عشان هيك ما حنطول عليهم زي الادت عنه اكثر يعني. طيب ديفيجن، الديفيجن بده شوية تركيز. الديفيجن في سايند وان سايند نفس الملتبليكيشن، شو حكينا ليش ومتى. دي 1 D2 شو بيعمل او شو لازم يكون السايز؟ لازم 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 هذا يكون لونج وورد، او مش لازم يعني باخذ لونج وورد وهذا وورد، والجواب شو بيكون؟ لونج وورد. كيف يعني؟ يعني اذا D1 5 ودي 2 10، شو اللي حيصير؟ مش 10 مش 5، بديش احط هاي الارقام. 4 و 8 4 و 8. شو حيصير؟ 0 0 0 0 0 0 0 8. هي دي 2 مالها لونج وورد. شو انا بعمل صحيح؟ D2 على D1، هذا اللي بعمل لي D2 على D1. بخزن الجواب وين؟ دائما بخزن الجواب في الديستنيشن مش بالسورس، بالديستنيشن. فبعمل D2 على D1 وبحطها في D2. تمام. طيب على ايش؟ على ايش؟ على 4 اللي هي ايش؟ وورد 0004. والجواب شو حيطلع؟ لونج وورد. حيطلع الجواب 0000002 لونج وورد على وورد بيعطيني ايش؟ لونج وورد. هيك الديفيجن. طيب لكن في شغله بالديفيجن، انه عشان هيك انا بحكي بدا تركيز. هاي الادرس الريجستر لدي 2 مثلا حيكون مقسم قسمين. ليش لونج وورد؟ قسم بحط فيه الناتج، هون بحط فيه الباقي، باقي القسمة، والباقي صفر بحط صفر. تمام. يعني خلينا نأخذ مثال. إذا أنا بدي أقسم هيك، يعني هيطلع معي حط الناتج هون والباقي هون، هون طلع معنا الباقي صفر خلاص. إذا سالب 100 على 15 ومرة 100 على خمس سالب 15 ومرة سالب 100 على سالب 15 ومية على 15، أول إشي أول إشي إشارة الباقي، إشارة الباقي نفس اللي هو العدد اللي فوق نفس هذا، والناتج إشارته زي إيش؟ حسب. لو ضربت عددين سالبين شو بدي يطلع الناتج؟ موجب. إذا ضربت عددين واحد سالب واحد موجب، شو يطلع الجواب؟ سالب.
يعني بالمنطق الناتج بالمنطق. يلا نشوف سالب 100 على 15 كم الناتج القسمة؟ 6. فكيف حيتسيب؟ 0 0 أو شوي ناتج القسمة سالب 6 صح؟ والباقي كم؟ سالب 10. ليش؟ سالب 100 على 15 كم؟ لو ضربت 6 ب 15 راح يطلع معي 90 صح؟ 90 والباقي كم؟ 10 تمام؟ قسمة يعني قسمة طبيعية، بقسم عددين وبشوف كم الباقي. اوكي طيب اذا بدكم يعني كمان كيف ممكن نحلها بطريقة ثانية زي هيك، يعني اذا هذا بيرفش 100 على 15 كم الجواب طلع؟ 6 اشياء، باخذ الستة، باخذ الستة بعدين بضربها 15 كم ضل معي؟ 190 طلع 10 هاي الباقي، اذا يعني هذا مش عارف كيف طلع. طيب حكيت اشارة الباقي نفس ايش؟ الكبير اللي هو فوق، كم اشارته؟ سالب، فالباقي سالب. هذا حسب المنطق سالب مع موجب، شو بدي يطلع الجواب؟ سالب تمام. فهذا كيف حيتخزن؟ كهكسة، مش بتخزن كهكسة، بتخزن بتخزن اف 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 6 اف 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 اي هيك، هذول بالهكسة يعني حولوه على الآلة بيطلع معكم. طيب الثانية، الثانية 100 على اول شيء الباقي كم اشارته؟ نعرف انه 10 بس سالب ولا موجب؟ موجب نفس اشارة الكبير صح. طب قسمت عدد موجب على عدد سالب، شو بدي اطلع لي هون؟ سالب. فكيف بدي انكتب هون؟ كيف حيصير هذا 10 طبيعي حولوه على الآلة او مبينه ما هي 10 وهذا ايش؟ اف 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 اي تمام. نروح هذا شو إشارة لهذا الكبير؟ سالب، سالب 10 يعني حيطلع سالب 15 سالب على سالب بيطلع موجب فستة، فشو الجواب حيطلع؟ اف 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 6 هي هاي السالب 10 بالهكسة والستة ايش؟ 0006 تمام. نروح على الأخيرة حيطلع معي إشارة الكبير نفسها موجبة ومية على 15 موجب على موجب بيطلع لي موجب، هاي طلعنا حيطلع معي 0008006 بس تمام. طيب هيك بكل بساطة ال division. طيب في هذول ما في داعي كثير يعني اد بس في سي دي. لو عندي اي بي سي دي، شو الاي بي سي دي؟ اد بي سي دي، اجمع بي سي دي. البي سي دي اذا حد متذكر شو البي سي دي، خلينا شوي نراجع البي سي دي عشان الاغلب يمكن ناسي. من 0 ل 99 تمام، هذا البي سي دي. من 0 ل 99. فانا لو بدي اضرب بدي اجمع رقمين، هاي اد اد بي سي دي. اول اشي اول شرط بكون انه سايز بايت، ما فيش بورد ولا لونج بورد. هاي الشروط تقدروا تقراوها، حكيت بالابندكس. اد بي سي دي دي 1 دي 2، اذا دي 1 56 ودي 2 79. في الاد بي سي دي ما بيجمع بس الرقمين، هاي التريك كمان، هاي التريك. الاد بي سي دي بيشتغل كانه اد اكس، يعني بيجمع مثلا اد A B C D D1 D2، شو بيجمع؟ D1 plus D2 plus إيش؟ X الكاري، دائما بيجمع الكاري. فهاي انت بخلها دائما add B C D، شو بيجمع؟ الكاري. السب B C D شو بيجمع؟ بطرح بطرح إيش؟ الكاري. نفس الاشي يعني، مش هذا مش راح اشرح. D1 و D2 يلا نجمعهم 56 و 79، 6 زائد 9 15، 5 والباقي 1، 5 7
واحد 13. فشو الجواب حيطلع معي؟ حيتخزن 13. يعني كم هو حيطلع؟ حيطلع 1 3 5. لكن كم حكينا بيطلع معي لازم؟ بايت. هذول بايت زائد بايت حيعطيني برضو بايت، تمام؟ فهذا أنا بطنشه، شو بحطه؟ بحطه كاري، يعني بحط x equal 1. وشو اللي بتسيف؟ شو اللي بتسيف هون؟ بتسيف 35 بس. يعني أنا بجمع الرقمين طبيعي، باخذ الجواب بايت. يعني مثلا ناخذ مثال ثاني، مثلا لو أنا جمعت 30 زائد 60 شو الجواب معي؟ 90. الكاري كم؟ 0. هذا خازنه d2 equal 90، تمام؟ طيب لو جمعت 50 زائد 60 شو حاخذ؟ هذا x equal 1. وشو حاخذ هذول؟ ف d2 equal كم؟ 10. بس باخذ بايت، ما باخذ اكثر من بايت، تمام؟ هذا هيك ال add bc دي هيك بيشتغل بكل يعني بساطة. كثار هم الانستركشن بخربطوا، بس معك انت مثلا الابندكس اقرأه وشوفه او احفظهم يعني ذكية. طيب اوكي خلصنا الاد بي سي دي والسب بي سي دي. السب بي سي دي حكيت بنطرح برضو الكاري اذا 1 او 0. هاي بطرح دي 2 ناقص دي 1 وبحط الجواب ايش في الدي 2. وبطرح طبعا الكاري نفس الاشي، نفس الاد والسب نفس الاشي. نيجي على الكمبير. الكمبير كثير مهم، هو اشي بسيط بس مهم، يعني نستخدمه كثير. احنا راح نستخدمه ايش كثير. شوف خلصنا خلص اشي، يعني ظل بس الكمبير. الكمبير شو بيعمل؟ بقارن رقمين. طب لحظة شوي، انا قارنت رقمين بعدين شو بيعمل؟ ولا اشي، بس بقارن رقمين. طب شو انا حستفيد منه مدام بقارن رقمين وما بيعمل اشي؟ بغير بس على الفلاجز. طب شو استفدت انا؟ بعدين نقدر نحط شروط. كيف يعني شروط؟ مثلا بعدين حصير ايش؟ اقارن رقمين واصير احكي اذا الرقم اكبر من هيك، او اذا طلعوا الكمبارزن الدالي انه يطلع صفر اعمل كذا، اذا غير هيك لا تعمل، زي شرط الاف بالسي بلس بلس، تمام؟ فالكمبير شو حنستخدمه لقدام؟ انه انا بقارن شغلتين، اذا تحقق الشرط اعمل، ما تحقق لا تعمل، تمام؟ كله بيجي لوقته. بس خلينا نحكي هسه ببساطه شو بيعمل كومبير. كومبير دوت لونج، اذا حطيت دوت لونج شو حيقارن؟ لونج مع لونج. اذا حطيت دوت وورد شو حيقارن؟ وورد مع وورد. اذا حطيت دوت بايت، بايت مع بايت. بس شو بيعمل؟ خلينا نكتبها احسن، نكتبها احسن. اكتبها هون شوي. اوكي مثلا كومبير دوت لونج مثلا دي 1 لدي 2 شو بيعمل؟ هو بيعمل دي 2 ناقص دي 1 وبشوف الفلاجز. بشوف الفلاجز. طب خلينا نحكي اذا الاف، نشوف احنا نفكر، اذا انا حكيت لك الفلاجز اف ايكوال ان ايكوال 1، شو يعني ان ايكوال 1؟ يعني العدد سالب. إذا العدد سالب مين أكبر، دي 1 ولا دي 2؟ دي 1. مش دي 1 أكبر؟ أي إذا دي 1 أكبر من دي 2 حيطلع العدد سالب. طب لو حكيت لك if z equal 1 شو حيطلع؟ دي 1 equal دي 2. أنا حكيت z متى بصير 1؟ بس يشوف الصفر. إذا أنا طرحت عدد n متساويين شو حيطلع الجواب؟ حيطلع صفر. فايش؟ تحقق شرط الصفر الزيرو. طيب اذا كانت fn equal zero وz equal zero شو حيطلع معي؟ العدد مش سالب ولا صفر. طب مدام العدد لا سالب ولا صفر، اذا شو العدد؟ موجب، صح؟ اذا شو مدام هذه الناتج موجب، ايش هو؟ d2 اكبر من ايش؟ من d1. d2 اكبر من d1. الكومبير بعدين بنشوف يعني تطبيقات لها ومنحل عليها كثير اشياء، بس احنا بنعرف هسه ايش هي بتعمل. بتطرح d2 ناقص d1
بتأثر على إيش؟ على الفلاجز بس، هذا اللي بتعمل. طيب في كومبير A وكومبير إيميديات، يعني شغلات كتير نفس الإشي. يعني مثلا طلع الكومبير إيميديات بقارن رقم مع D1، بطرح D1 ناقص هذا الرقم وبيشوف، بس نفس الكونسبت. تمام. طيب خلينا نحكي عن الكومبير M آخر إشي، خلصنا، ضل بس الكومبير ام. كومبير ام هو نفس الكومبير بس الصيغة بتكون، يعني الصيغة بتكون ايش؟ A1 مثلا plus A2 plus compare.long هيك مثلا، دائما A1 plus A2 plus A2 plus A4 plus هيك، يعني هيك الصيغة لازم. compare m اسف compare m dot long. تمام. طيب شو بتعمل؟ خليها اوكي. شو بتعمل compare m؟ بس بعدين بتعمل compare بينهم. كيف يعني؟ يعني مثلا انا بلشت ب a1 equal 2000 و A2 2001 2100. A1 مثلا هاي A1، شوفوا علي A1 2000 و A2 2100، بقارن هذا الرقم مع هذا الرقم، بعدين بجمع واحد، بقارن هذا الرقم مع هذا الرقم، بعدين بجمع واحد، بقارن هذا الرقم، بجمع واحد، هذا الرقم مع هذا الرقم، بجمع واحد. أو عشان يجمع واحد لازم نحط هذا بايت. تمام. طيب فايش بنعمل؟ بقارن هذا مع هذا، بعدين هذا مع هذا، بعدين هذا. طب شو انا ممكن استفيد في هيك اشي؟ انا بحكي يعني هيك، يعني زي الكمبير الطبيعي بتعمل. تمام. بتسوي رقمين، يعني هي بالاصل شو بتعمل؟ اعيد من اول، بس بتشوف مثلا اذا A2، يعني كيف احكيها، مثلا هذا الادرس تبع الـ A2 اوكي 500 او 50، والـ A1 هون مثلا هذا الـ A1 40، بقارن بين ايش؟ الـ 50 ناقص 40، بعدين بجمع ايش؟ واحد على كل واحد منهم. هسا بقدر استخدم لوبس وشغلات لقدام، فحتركه شوي لبعدين انه بده نفهم اللوبس. بس ليش انا، ليش اخترعوا كومبير ام؟ ليش اخترعوا انه كومبير ام؟ ليش ما عملوا خلاص كومبير عادي وطبيعي؟ ليش A1 plus A2 plus؟ لانه مرات الارقام شو بتكون؟ 5 6 3 اوكي 5 6 4. بدي اقارنهم. كيف بدي اقارنهم؟ بقدرش اقارن مثلا هذا مع هذا كامل، بقارن هذا مع هذا، بعدين هذا مع هذا، بعدين هذا مع هذا. ملاحظين منبلش من الشمال لليمين. ليش؟ لاني انا بس اقارن اي رقمين اكبر منه ولا اصغر منه، بلش من اليمين ولا الشمال؟ ببلش من الشمال صح، بشوف خمسة لا ستة لا ثلاثة مين اكبر هذا. تمام. يعني لو انا عندي رقم ستة سبعة ثلاثة وخمسة تسعة تسعة، انتو بتشوفوا انه تسعة اكبر من ثلاثة بتحكوا خلاص اكبر؟ لا، بتشوفوا الشمال اول اشي، ستة اكبر من خمسة خلاص هذا اكبر. فبنستخدم بعدين لهيك تطبيقات. هو ما بيعمل هيك هسه، بس لو عدلنا شوي وعملنا لوبس بنعرفها بعدين بصير هيك يعمل. تمام. طيب هيك خلصنا كل الارثمتكس، حكينا عنهم كلهم. صراحة كثير بسيطات زي ما انتم شايفين، تطبيق بس، يعني اد جمع طرح شغلات طبيعية، ما فيهم تريكس. يعني زي الادرسينج مود شوي بغلبه، حتى كله بيعتمد على الادرسينج مود. يعني فانت فاهم الادرسينج مودز ما راح تتغلب بالارثمتكس، كله ايج دوت وورد دوت لونج ادرس ديجيتال داتا نفس الحكي. يعني الاشي الجديد اللي تعامل معه ايش؟ الكاري بس. ويعطيكم العافيه.